مجهود يعني انت كبير شايف جدا الوصول بتعمل. للمباراة النهائية ده شغل تدريبي ولا شايف ان ده روح لعيبة؟ لا انا شايف روح لعيبه ورجوله من اللعيبه واصرار من صلاح واللعيبه عشان صلاح، حاجات كتيره جدا تخش في المنطق ده. انما من الناحيه الفنيه لا، مع احترامي انت لما بتيجي تبص لها من الناحيه الهجوميه تجيب 4 اهداف في البطوله كلها وانت لاعب اكتر عدد مباريات او اكتر عدد وقت، بتتكلم في طيب ان انت عدد الفرص معلش، ما يعني خلينا نقول، خلينا نكون واقعيين عشان برضو في ناس ما بتحبش الصراحه شويه.